مشاهدين اهلا بيكم في حلقه جديد مع يوسف الصيني. انتوا صدقت ولا ايه؟ فكك من الجو ده خالص. النهارده يوسف هشتغل على فن بمزاجي. فايه انتوا يا حبيبي؟ بص فكك من الكاميرات دي، حصلني على هناك. انا اتعرفت على اسلام، فاسلام قالوا لي هشغلني معاه هستعلمني، فبدانا ايه يوم نشتغل. هنعمل ايه دلوقتي يا اسلام؟ هتكنس بره الاول، بعد كده هتكنس تحت. اوكي حاضر. الشارع قدام محل يعني؟ هات الكرسي. كرسي ايه؟ هات لي بقى مفك صليبة. مفك صليبة؟ او بنسق والكماشة والشاكوش. ماشي. اتفضل يا اسطى. شنكوشه وبنسل. لا مش بنسل، مفك. فين الكماشه؟ يعني ايه كماشه؟ الكماشه شكله عامله زي البنسل. البنسل هشوف لك تاني. حاضر حاضر. شكل هو ده، هو ده. هي دي؟ هي دي. هات لي بقى درج المسمار وعلبة الغيرة، جردل الغيرة. بالراحة. درج المسمار. درج المسمار. درج المسمار. درج فيها المسمار. درج. ماشي خلاص، واحد واحد. حاضر يا معلم. ده صاب جديد. وانت بتنزل صاب جديد من غير ما تقول لي؟ الله الله الله. ازاي انت بتشغله يعني من غير ما تقول لي؟ الله 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 الله. ايه ده؟ انت هنا صاحب الورشه ولا انا صاحب الورشه؟ انت بتعمل ايه؟ انا بفك مسمار. ومين اللي قال لك انزل؟ اسلام. ده مش صنايعي، ده صابي هنا. والله ده صابي. ايه يا عم اسلام، انت عامل نفسك صاحب ورشه. معلش وريني. والله بص يا ريس، بص يا ريس، اولا بص المفاجاه دي بايظه خالص. ماشي ماشي، لانه هو من الصنايعي ومش عارف العده نظيفه فين يعني. طب خلاص بقى اسلام، حتى العده النظيفه بقى يا عم. طالما انت مش صعب عشان تمثل عليا. عايز تشتغل هنا؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ عايز تشتغل هنا؟ اشتغل هنا يا ريس. انا خلاص اشتغل هنا. تبقى تقول لي انا. ما تقولش للصاب. خلاص هو ازاي يعني؟ يلا انت وري له موضوع عده نظيفه وخليه يتعلم الشغل. حاضر يا اسطى. ماشي يا ريس. شكرا يا ريس. شكرا. اصلي يا يوسف. بقول لك يا اسلام، عايز ايه؟ حطينا الشاي كده يعني. الله، شاي حلوه. شغل حلو قوي بمزاج ده. ما تجيبي الشاي لسه. ايه يا اسلام؟ في شاي. شاي هنا ايه؟ طب ما تجيبه. ما تعالى خده. لا هاته. تعالى خده يا عم. هات يا عم. احنا خلاص بس زي بعض. ده اشتغلني يا صاحبي. اشتغلنا يا صاحبي. انا كنت بحاول اعلمك. ينفع كده؟ ماشي يا صاحبي، ولا همك. خد شاي اهي. عيان حبيبي عمي. يا باشا تعمل ايه يا يوسف؟ يا باشا تعمل ايه؟ والله يا اسلام جيب لنا شاي تعيوتنا والله. هو انت جاي تشتغل ولا جاي تشرب شاي؟ اشتغل والله اشتغل. خش يا عم هات لي الطرف. وبعدين انا قايل لك علمه. هو لك انا عايز اشرب. هات لي الطرفتين يا بيه. خد يا باشا. تعال يا عم يوسف. ماشي يا ريس. الظرف دي هقول لك تقصفها، والبنك تملي يبقى رايق، وشيل المشاريب دي. احنا مش قاعدين في جنينه. شيلوا الشاي من هنا، مش قاعدين في جنينه. خد الشاي يا اسلام. خد الشاي. احنا مش قاعدين في جنينه يا اسلام. مش كده يعني. البنك تملي يبقى نظيف. ما يبقاش البنك كده طالما ما فيش عليه شغل. طبعا طبعا. يا سلام. اتفضل يا ريس. اتفضل شيل العده من هنا. حاضر. اتفضل. هات السحب. هات القلم. فين؟ هي. يعني انت حاطط القلم في ودنك ومش عارف تتعلم حاجه لحد دلوقتي؟ انت اول حاجه انا اتعلمت ايه؟ كده معلم بزعق. ماشي. وتمسك الساحه ايدك اليمين. يمين. نشوه مالكش دعوه بيا. وتمسك الساحه وعلى العلام وتخزن دي كده. شيل الضفر ده. يلا اتعلم. ماشي.
هنشيلك خالص؟ مفيش مشاريب، مفيش شاي، دي ورشة جاي تشتغل فيها. حاضر. ولا مية؟ ابقى اشرب مية، أنا بتكلم جاي ورشة تشتغل فيها، مفيش لا شاي ولا لعب ولا هزار. ماشي، حاضر. صح كده؟ يلا. وحط القلم في ودنك وانت شغال. عيب عليك، أنا أول حاجة اتعلمت النهاردة. طب يلا. عد تشرب شاي وعمال تهرج وشايفك من بعيد. سلام عليكم يا حاج. مساء طبرك يا سلام. والنبي انا ليا كرسي كنت مستعجله عليه لان مش قادره اوقف وعايز اقعد عليه. ماشي هو ما خلصش بس مش النهارده يا حاج لان انا مش فاضي النهارده. اقعد شويه استناه ربنا يخليك. ماشي يا حاج بس انا مش فاضي النهارده انا عندي شغل. طب بص يا حبيبتك اقعد ارتاح اقعد ارتاح بس. بقول لك يا حاج ربنا يبارك لك يا ابني يا رب. ده خالص بص ايه يا ابني اللي بتعمله ده؟ بص ما خلصت. ايه يا ابني اللي بتعمله ده؟ ما تخلصش دي الاول عشان الزبون اقف ايه مستعجله حاجه السن كبير حرام عليك. طب اعمله لي انت يا فالح. اعمل اه منه انت بقى انا سيب لك الورشه خالص وماشي انا تعبت معاك انا ماشي. طب ليه كده؟ صدق انا غلطان كنت عايز امشي لك الزبونه. انت مش عايز مصلحه. بص يا حاج ما تقلقيش انا خلصته كده النهارده شغل. لا ربنا يسترها معاك ربنا يبارك لك يا ابني. تعال يا استاذ تعال تعال عليك اللي حصل حصل واحد اللي فات واحد واحد انت صاحبي اصلا من زمان تجيش في الرابط ده بقى النبي بص عايز خلاص ما اعرفش ايه اللي ناقص دلوقتي اعمله ازاي؟ اعمله ما تساعدوني طيب ما من شويه انا اللي كنت بتحايل عليه. خلاص بقول لك ايه احنا في شغل ما تهزرش بقى مش عايزين ننظف شغل يعني. لا لا كده يا اسلام انت حرين. اقول لك حاجه. نعم يا اخويا. استنى احسن على النبي عليه الصلاه والسلام. مش عايز اعضلك كتير بتخد الكرسي ده هتروح تشوف اي حد صلحه. اخد ازاي هو مكسر كده. بص يا دولي خليك ركز معايا انا اتعرف على جيراني ماشي؟ تعال. السلام عليكم. اهلا وسهلا. ايه يا استاذ؟ الحمد لله. السلام عليكم ازيك يا حاج؟ اتفضل اهو. ينفع نقعد ولا ايه؟ اتفضل اهو. ماشي. عاملين ايه؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ الحمد لله. جو حر اه؟ اه حر اهو النهارده. انا اسمي يوسف نجار هنا عند اسلام. عند اسلام؟ اه بالظبط. بحب اتعرف على الناس. ايوه اهلا وسهلا ماشي. اهلا بحبيبي يا ايه رايك؟ ده شيف شباب. ده شاي لي؟ اه متاكد؟ ايوه. طب ماشي. تعمل ايه يا يوسف؟ يا معلم. تعمل ايه؟ انا طب اسمك ايه؟ محمد بعزمني على الشاي هنا. طب يلا عشان عندنا شغل يا حبيبي. حاضر يا معلم. بص محمد سيب شاي هنا وانا خلص شغل يجي هكمله. ماشي؟ ماشي. اوعى حد تشرب. اوعى. لا. الله فانوس حلو قوي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا باشا؟ الحمد لله يا باشا. انت باشا. انت شغال هنا؟ اه شغال. صاحب المحل بقى ولا ايه؟ لا 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 مش صاحب انا مساعد بتاعهم يعني. ايه اللي جابك هنا؟ اشتغل. اشتغل؟ اه. مش مصري بقى؟ لا مش مصري. اه. كم ايه اللي جابك هنا بقى؟ انا؟ اه. رجليا اللي جابتني هنا. اه. كم الفلوس يا باشا؟ فلوس ده؟ ده الفلوس. بص عايز تشتري؟ اه. بص بص اه. وماله؟ مش البيع هنا ولا لا البيع البيع طبعا. هم فاتحين محل ليه؟ ده العرض بس؟ لا 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 لا. بص بص يا باشا. شفت الفانوس حلوه ازاي؟ تمام تمام. شغل يدوي ماشي؟ وعجبني اه. بص الوان مختلف ماشي؟ اه. الفاكر منور. تمام تمام. وكمان بيطفي. بيطفي ولا بيغني بقى ولا ايه؟ اه بيرقص كمان. بيقول ايه بقى؟ بالصيني. طبعا انا سالت اسلام سعره كام الفانوس؟ سالت مره واثنين ثلاثه مش عايز تقول لي. انا عرفت بقى ساعتها اسلام زعلان مني عشان انا كنت ايه؟ كنت تقول لي اسلام انت مش تشغلني مين انت مش صح محلي احنا ازاي بعض وازاي تخليني انا اشيل واعمل مش عارف ايه طبعا هو سال فقلت خلاص انا حظرت معاك وانت بتحظر معايا انا لازم ايه استحمى للعرض بس يا حاج ماشي فشغل فقلت بقى زبون اي سعر طبعا مش اي سعر انا في دماغي هي فانوس دي هي سعر ده تقريبا اكيد ما ينفعش تقول اقل يعني لازم اقول زياده على الاقل لو معلم جه هقول له لا ما اكيد ممكن اقول زياده ما ينفعش اقول اقل يعني ايه وفي حاجه ب 15 جنيه حرام عليك ده شغل فساعتها انا متفق مع زبون سعر خلاص خلاص تقريبا خلاص هشتري مني كمان مش واحد يبقى تقريبا ثلاثه ولا اثنين ثلاثه قلت المصلحه حلوه قوي
ايه معلم دخل. لا تعمل ايه؟ ببيع. ببيع ايه؟ فانوس رمضان. وبعته بكام؟ انا قلت 25. يا ابني 25 ايه؟ ده حاجات بتاعت واحد جارنا وسايبها امانه ومشتريهم ودافع فلوس. لا والله دافع فلوس. تبيعهم ازاي من غير ما تقول؟ طب انت بعت كام؟ استنى يا عم، دافع حقه في ايه؟ لا 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 حقه تاخده دلوقتي. طب استنى استنى لحظه بس قول لصاحب المحل هو في ايه بالظبط؟ انت اللي مبيع ولا هو بيبيع ولا الحكايه فيه بالظبط؟ معلش حقك عليا يا باشمهندس، احنا متاسفين. السعر ده كام؟ حاجه الجار. طب قال هو قال ليه؟ طيب ليه؟ بقول لك انتوا الاثنين والله يا استاذ اهدى اهدى يا استاذ ما انا عارف. اهو السعر كام؟ ده يا حبيبي ب 50 جنيه مش ب 25 جنيه. 50 جنيه؟ اه 50 جنيه. اه 50 جنيه؟ اه خربان ده 50 جنيه؟ اه ليه بيمشي لوحده ولا ايه؟ اه بيمشي. يا استاذ انت كنت هتشتغلوني ولا هتاخد مني 25 جنيه؟ يا حبيبي سيب الفانوس، انت بتتصرف ليه حاجه مش بتاعتنا؟ ليه معانا ايه؟ ما باعش حاجه يا حبيبي مش بتاعتنا وجارنا ودافع فلوس. ليه بتعمل كده؟ يا عم انت قول له، انت قول له بقى، انت قول له. لا انت معلش يا استاذ، شغل ازاي؟ لا معلش يا استاذ، مفيش بيع. مفيش واحد يتنرفز والله. انت تعبتني وهتعمل لنا هنا مشاكل في الورشه، انا مش عارف اعمل معاك. لا يا باشا انا هحاول اساعدك في البيع يعني. ساعدني في ايه؟ ايه بص ساعدني في ايه؟ حاجه مش بتاعتنا تبيعها لي وانت ما تعرفش سعرها. انا بعت بص اهي فانوس اهي. وانت ما تعرفش سعرها. بص فانوس اهي يا حبيبي، انت تتعلم صنعه ولا محل؟ يلا سلام عليكم. شكلنا انا مش عارف اشتغل الشغلانه دي خالص. سلام.